السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد. فيديو النهاردة بيكلمنا عن كبش الأروي. كبش الأروي ده يا جماعة بيعيش في الكاميرون، من باعه الأساسي في الكاميرون. قبل ما تسمع الفيديو، لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل إشعاراتنا الجديدة اللي بننزلها، فيديوهاتنا مميزة عن أي فيديوهات. شايفين يا جماعة عايشين برضو على الخضار ده، برضو يعني اسمه كباش اروي. قلتلكم زي ما قلتلكم عايش في الكاميرون، بيعيش في الاماكن الحاره، برضو بيحب الاماكن الحاره، يعني بيعيش تحت درجه اي، يعني اي درجه حراره بيعيش تحتها، لكن هو ما بيحبش الجو البارد. سليم شايفين اهو، شايفين ارنو عامل ازاي. تعال تعال هنا، شايفين ما شاء الله. ده بقى البيت بتاعه اللي بيقعد اللي بيباتوا فيه. طبعا ده يا جماعه زي ما قلت لكم ما بيحبش الاماكن اللي هي بارده. سليم اهو جاي اهو، تعال 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 تعال. رونو برضو قاتلة يا جماعة، برضو خطيرة جدا. الأرنب بتاعه شايفينه؟ شايفين؟ رونو برضو خطيرة، يعني مش بالسهل التعامل معاه يعني. شايفين؟ ده هو يا جماعة المكان اللي بيباتوا فيه. سليم مكان المبيات بتاعه اللي بيبات فيه. أهو تعال تعال هنا كباش. ده يا جماعة بقى حيوان اسمه لاما أهلية. لاما ده بيعيش يا جماعة في أمريكا الجنوبية برضو، متكون من أسرة زوج وزوجة. اهو زي ما انتوا حضراتكم شايفين، وفي نفس الوقت برضو عايش معاهم النعام. نمو الريش بتاعه يعني من لما يكون عمره 3 شهور لخمس شهور. تمام سليم بالنسبه للنعام. اما بالنسبه للحيوان ده بيعيش مثلا فتره الحمل بتاعته من 11 ل 12 شهر. سليم العمر بتاعه يتراوح ما بين 15 ل 20 سنه، يعني ده بيعيش من 15 لما ده بيعيش من 15 ل 20 سنه. سليم سن البلوغ يكون عنده سنتين او ثلاثه، اقصى يعني من سنتين لثلاثه سن البلوغ بتاعه. بالنسبه للولاده بتاعته، الناس بتسال على اذا كان بيلد الولاده بتاعته بتبقى يعني واحد بس، ما بيخلفش غير بالواحد، ما ينفعش يخلف بالاثنين، هو بيخلف بالواحد بس. يعني في حيوانات بتخلف بالاثنين والثلاثه، لا ده لاما ده بيخلف بالواحد بس. سليم ده المكان بتاعه برضه اهو، عايشين مع النعام برضه. قلت لكم زي ما قلت لكم في البدايه ان هو مواطنه الاصلي امريكا الجنوبيه. لاما ده اساسه موطنه امريكا الجنوبيه.